عدد خاص عن مذبحة الألتراس الاشتراكي. إن القانون المصري ينطبق على جميع المصريين ما عدا بعض منهم، زي البند اللي وثيقة السلمي دي التسعة والعشرة. دي كلمة الخروج الآمن. لا عندنا لا خروج آمن ولا دخول آمن. عندنا إنه القانون المصري ينطبق على جميع المصريين، واللي عايز غير كده يطلع يقولها. الإخوان والجيش هيتحالفوا عشان يجيبوا رئيس. هم اتحالفوا أصلا عشان رئيس. هم اتحالفوا أصلا عشان رئيس جديد هيعملوا كده. طبعا. يعني اقول لك على حاجه، اما الاخوان والسلفيين ثواني بس، اما الاخوان فين الاخوان النهارده؟ ثواني، لا فين اما الاخوان؟ ما يدوش صوتهم محمد ربنا ما بيلاقيه في الشارع. هي الاغلبيه مع الناس باسم الدين ب 500 جنيه غرام. الاخوان المسلمين دي هتبقى اسوأ سنه في تاريخهم، لان هم هيفقدوا شبابهم المخلص ومصداقيه قدام الناس. يجي على الاقل 9 مليون ولا 10 مليون اللي ادوهم اصواتهم، والاهم والاهم هيفقدوا الملايين اللي في الثوره دي اللي عايزين حريه وكرامه وعيش وعداله اجتماعيه. اللي هيقف في وش دول هيترمي في الزباله. على الله يا رب. وهم دول الاغلبيه، الشعب المصري هم الاغلبيه. والشعب المصري لن يسمح بدستور يقول ان القانون المصري ينطبق على جميع الاخوان والسلفيين. احنا عملنا ايه؟ عايزين صوتهم لعبد المنعم ابو الفتوح وحازم ابو صالح واسماعيل. بريء مش هتطلع عليهم. لحد دلوقتي ما ظهرش الوش القبيح للاخوان المصري. ما شفتوش؟ لا انا شفته. النهارده مات لي 72 واحد وما ماتوش، قاعدين في بيوتهم. لا بلاش تضحك على بعض. انا مش عايزك تعمل، انا هعمل. انا مش عايزك تعمل عشان انا